بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب تكونوا بخير. بصوا يا جماعه، زي ما انا وعدتكم في اول رمضان كده، اللي انا هشرح بوتاجازات لجرمانيا. بوتاجاز بوتاجاز كنا شرحنا الفتره الاخيره 3 بوتاجازات في عيله الكلاسيكا. هنكمل النهارده في الكلاسيكا برضو كده، فاضل لنا 2 كلاسيكا اللي هو لونه السيلفر، العيله اللي لونها سيلفر. البوتاجاز اللي قدامنا ده اعلى حاجه في عيله الكلاسيكا، اللي هو 9C10GLE، اللي هو اسمه العلمي كلاسيكا سوبريمو. طيب فاكرين الورقه دي؟ يا جماعه انا كنت عامل حساب وعاملها بالقلم المرصوص عشان الاسعار بتتغير كل فتره. كنت عامل لكم اسعار لجرمانيا قبل كده في شهر 2/2023، لسه الاسعار زي ما هي ثابته لحد دلوقتي. طيب ده بوتاجاز لجرمانيا 9C10GLE، الموديل بتاعه كلاسيكا سوبريمو. امكانياته ايه يا جماعه؟ اول حاجه الغطا بتاعي ده غطاء ازاز مرايه، ضمان العربي، ضمان 5 سنين زائد سنتين عمر افتراضي. بيشتغل بالغاز الطبيعي، لو انت شغاليه بالانبوبه مفيش مشكله، بتكلمي شركه العربي بيجي لك الفن يغير لك الثواني مجانا لو انت هتشغليه انبوبه. اما لو انت عندك غاز طبيعي، هو مجهز يشتغل على الغاز الطبيعي في مدخل ناحيه اليمين ومدخل ناحيه الشمال من البوتاجاز من الظهر. يا جماعه بصوا، هتلاقي في مدخلين كده اهي، مدخل غاز طبيعي من هنا ومدخل غاز طبيعي من الناحيه الثانيه. هو مجهز ان هو يشتغل غاز طبيعي، والفوانيس اللي راكبه عليه دي، غاز طبيعي. كل ما عليكي بس هتكلمي شركه الغاز، مش هتكلمي شركه البوتاجاز، لا هتكلمي شركه الغاز الطبيعي، اللي هو هتلاقي رقمهم على الوصل، الغاز اللي بيجي لك كل شهر بتدفعي بيه الفاتوره بتاعت الغاز كل شهر. طيب نتكلم على امكانياته. ده يا جماعه ده اسمه كلاسيكا سوبريمو 9C10GLE. الموديل ده مستمر انتاجه. اول حاجه فيه مروحتين، مروحه توزيع مروحه تبريد. الحوامل بتاعته حوامل حديد ظهر. باب الفرن بتاعي هيدروليك بيقفل لوحده. في امان كامل للشعلات اللي فوق وشعله الفرن وشعله الشوايه. اشعال ذاتي طبعا، اشعال ذاتي برضه للشعلات اللي فوق وشعله الفرن وشعله الشوايه. عندي الغرف بتاعتي سباف ميدل ايطالي، الغرف مش مواسير. عندي فيه ماتور لوحده بيشيل فرختين لسيخ الشوي، بيلف معايا بالماتور عن طريق الزرار اللي موجود على لوحه التحكم. عندي المجرى بتاعتي من جوه مجرى استانلس مش مجرى عاديه. عندي التايمر بتاعي ديجيتال زراير مش ديجيتال تاتش، لون سيلفر. العازل بتاعه عازل صوف زجاجه مستورد بيكون لونه ابيض. الضمان 5 سنين زائد سنتين عمر افتراضي. السعر بتاعه 15509. نبص كده على الكلام اللي انا قريته لكم كله ده. اول حاجه الحوامل بتاعتي حوامل حديد ظهر يا جماعه اهي. الغرف بتاعتي او الكوش بتاعتي سباف ميدن ايطالي، التربوش بتاعها من الظهر، الغرف متقفله يا جماعه. عندي ده بتاع السنسور بتاع الاشعال الذاتي، وده السنسور بتاع الامان بتاع الشعله دي. عندي الحلق بتاعي مرتفع عن سطح الاستانلس عشان لو في اكل وقع مني هنا، طبيخ او اصلصة او اي حاجه ما تخشش جوه الغرفه، فهيبقى صعب تنظيفها والسجل الفوني هتبوظ الدنيا. الحامل بتاعي تقيل، حامل حديد ظهر تمام يا جماعه. في الاوضه بتاعته اهو، ثابت في الاوضه بتاعته. الحوامل حديد ظهر ميزتها اللي هي بتثبت الحله وفيها من غير ما امسكها باي فوطه، وبتنقل الحراره بشكل اسرع من اي حوامل حديد عاديه. دي الفتحات التهويه اللي بتدخل الهواء عشان الفرن يفضل شغال، لان لو الفرن اللي جوه الهواء اللي جوه خلص وهو شغال هيطفي لوحده. لازم يكون في تغذيه اكسجين عشان النار تفضل شغاله جوه الفرن، وخصوصا لو انا قافل باب الفرن. تمام يا جماعه. عندي دي الشعله دي ثنائيه الاشتعال، تطلع نار من هنا وتطلع نار من هنا. عندي البوتاجاز تقفيله حلو قوي، التقفيل بتاعه حلو قوي، بومبي مش واخد زاويه حاده، وده بيبين لك درجه نقاء الاستانلس بتاعه. اول حاجه دي لوحه التحكم، بقدر اتحكم في ايه؟ بتحكم في الخمس شعلات اللي فوق اللي هي دي، تمام يا جماعه، عن طريق الزراير دي، 5 عيون اهي. وعندي المفتاح للفرن والشوايف مفتاح واحد، يا اما اشغل الفرن معايا من 1 لحد 8 درجات. تقريبا بيبتدي 1 يعني 220، 2 زودها 20، 3 زودها 20 لحد ما توصل ل 275. يا اما اشغل الشوايه على طول، يا اما اشغل ده، لان دي مواصفه ايطاليه. شركه لجرمانيا شركه ايطاليه اللي واخد توكيلها في مصر العرب، هي بتعمل المواصفه بتاعتها. والله انت عايز بوتاجاز لجرمانيا هتلتزم بالمواصفه بتاعتي، اللي هي مفتاح واحد للفرن والشوايه. طب هم بيعملوا كده ليه؟ مش بيعملوا كده عشان يخنقونا او يرخموا علينا، لا، هم عندهم الامان يا جماعه. في حاجه عندهم اسمها هيئه المواصفات الاوروبيه زي اللي موجوده عندنا في مصر. هم عندهم موضوع الامان ده خط احمر، ما تلجيش على الامان معايا عشان اعمل لك، عشان اريحك واعمل لك مفتاحين، مفتاح للفرن ومفتاح للشوايه، ما عنديش الكلام ده. حتى الشركات المصريه دلوقتي كلها بقت تنزل مفتاح واحد، التزمت بهيئه المواصفات المصريه اللي بتقلد
الاوروبيين عشان موضوع الامان وعشان ما حصلش مشاكل وحوادث وحرايق وبلاوي زرقاء، ربنا يعافينا. تمام، عندي 3 زراير، ده زرار اللي هو مروحه التوزيع اللي هو موجوده عندي في البوتاجاز من جوه اللي هي في الوش دي، وفي نقطه برضو مهمه جدا، لما اجي اجيب بوتاجاز فيه مروحه توزيع ما اخليش مروحه التوزيع تكون بارزه او واخده من حجم الفرن من جوه. يعني دي برضو دي عاجبني في حاجه، بوتاجاز ده عاجبني في حاجه، ده جمالي عموما المروحه توزيع الحراره جوه الفرن لو في مروحه زي ما انتم شايفين اللي هي في الوش دي، يا جماعه الاخرام اللي في الوش دي، دي بيلدي ان في البوتاجاز نفسه او في جسم الفرن نفسه مش واخده مش واكله من عمق الفرن. دي ميزه مهمه. عندي في مروحه تبريد اهي الفتحات بتاعتها اهي، دي بتطلع هواء لما الفرن بتاعي يسخن جامد عشان تبرد على المفاتيح بتاعتي ما تسحش، خصوصا اللي هي بتكون من البلاستيك، بيكون من البلاستيك على سوست. تمام يا جماعه، والمحابس بتاعتي بيكون من الالومنيا. بس التقفيل بتاع البوتاجاز بصوا، بص العزل، بوتاجاز نظيف جدا، التقفيل بتاعه حلو قوي، بس المفتاح بتاع الفرن والشوايه عاملينه من النحاس، عاملينه من النحاس. تمام يا جماعه، عندي الزرار بتاع مروحه توزيع الحراره، الزرار بتاع سيخ الشوا، سيخ الشوا يا جماعه هتلاقي في بعض موديلات لجرمانيا هتلاقي السيخ ده مش محطوط على رف كده لوحده، شايفين ده مش محطوط على رف، هتلاقيه متعلق زي كده اهو زي العليقه دي كده، سيخ الشوا بيكون متعلق، اما هنا محطوط على رف لوحده. تاني ميزه برضه في المتجاز لجرمانيا العالي ده اللي هو الموديل بتاعه 9Z10GLA، المجرى من المجرى من الجنب مجرى استانلس مش مجرى عاديه زي البوتاجاز اللي جنبه كده. تمام، عندي فيه شبكه استانلس، عندي فيه صينيه عاديه، وبيجي معاه طبعا 4 رجول، ده حجم الرجل منه. الباب بتاعي اهي اسمه باب هيدروليك مش سوفت كلوزنج، اهو بيدي ستوب كده في الاخر علشان ما يلزقش معايا، على عكس البوتاجاز اللي جنبه مش هيدروليك. اسمعوا كده الصوت يا جماعه، سمعته؟ لكن ده بصوا بيدي ستوب، اهو بيدي ستوب في الاخر عشان لو في حد بيلزقها. تاني حاجه عندي في اضاءه، الزرار بتاع الاضاءه، عندي في التايمر اللي هو بيديني الجرس لما الاكل لما الوقت بتاعي اللي انا ظبطه هنا يخلص. في حافظه تحت الفرن، تمام؟ دي برضو جديده على الاوروبيين، يا اما الاوروبيين ما عندهمش حاجه اسمها حافظه، بس هو عشان البوتاجاز ده نزل مصر فايه فعملوا استثناء يعني فنزلوه بحافظه. بس يا جماعه ده كل حاجه عن البوتاجاز، قلت لكم على السعر 15509. المقبض بتاعي من الاستانلس، اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.